عليه وصحبه ومن والاه. أين الحل وأين العلاج وأين الدواء وأين الطبيب؟ أول الحل نبدأ بالعقيدة، ثم نمر بالأحكام، ثم نأتي للأخلاق. وأول الحل في الاعتقاد الإيمان الصحيح، ونشر المعرفة الحقة بالله، وربط الناس بخالقهم ليخافوه ويراقبوه ويخشوه سرا وعلانيا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثانيا إعمال الآداب والأخلاق، أدب غض البصر وكف العيون الخائنة عن العورات، أدب منع الاختلاط، أدب منع الخلوة. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أدب منع سفر المرأة بغير محرم، وإن كانت تحضر مؤتمرا علميا أو تمثل السودان أو تمثل نفسها أو في رحلة علمية تبع الجامعة لا يجوز. أعمد الآداب، عدم دخول الرجال على النساء، تطهير المجتمع من بواعث الفتنة فيه، المتبرجات، الجوالات والرسائل المهيجة للغرائز والصور التي يتداولها الشباب في جوالاتهم، بل النكات القذرة، النكات الجنسية القذرة التي ترسل عبر جوالات الناس. إعمال آداب الإسلام في المباعدة بين الرجال والنساء، وإن كان في المساجد دور العبادة، شر صفوف النساء أولها المباعدة، وخير صفوف النساء آخرها، حتى أن المباعدة مطلوبة في المساجد ودور العبادة. تيسير الزواج من إعمال آداب الإسلام وأخلاقه، ثم بعد ذلك تحت الأحكام الصارمة والقوانين الشرعية الواضحة الجادة التي لا لبس ولا غموض فيها. الحدود سموها حدود، ما دائرة تفسير، ما تقول لي حد الزنا ده معناه شنو، أرجم الزاني المحصن، دي لا دائرة مؤتمر ولا دائرة فقيه ولا دائرة عالم ولا دائرة بروفيسور. الحدود حدود لأنها واضحة، لو ما واضحة دي ما حدود. السارق يقطع، دي دائرة لها كلام، يقطع السارق، حدود أوصله ما خلى حاجة، يقطع من وين وكان سلك كم انقطع. إقامة حدود الله في الأرض، هذا الذي يمنع الفساد ويحاربه، وإلا سنكون بمثابة من يحرث في البحر. أبتهل إلى الله عز وجل في نهاية الخطبة، سائل الرب جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأعراضنا وأعراضكم. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا، اللهم أحسن شباب المسلمين وأعف شباب وشابات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ابعد الرذيلة والفواحش عن مجتمعاتنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بمجتمعاتنا سوءا ونشرا للفاحشة في أوساط الذين آمنوا وإشاعة لها يا رب العالمين، اللهم أكفنا مؤونته بقدرتك يا رب العالمين. اللهم قو شباب المسلمين، اللهم يسر الزواج ليتزوجوا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتقصد الأسرة ويبني البيوت الصحيحة والسليمة يا رب العالمين. اللهم هؤلاء الأطفال اللهم كن عونا له يا رب العالمين. اللهم اهدهم للتي هي أقوم، اللهم اهدهم للتي هي أقوم، اللهم اهدهم للتي هي أقوم يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما.